انت في الاغلب هتتعين معيد، ليه تسيب الحاجه المضمونه وتروح لحاجه مش مضمونه يا حسن؟ ايه اللي مضمون هنا يا زين؟ بالذات لا هنا في حاجه مضمونه ولا في حاجه واضحه يا بنتي، وحد عارف راسه من رجله؟ ده الواحد هنا لو سكت يتقهر ولو اتكلم بيعتقلوه. طب بلاش، ادينا هو بقى لنا سنين في حروب جابت اقتصادنا الارض، تقدر تقولي لي عملنا ايه؟ عامل حسم وعدى وعامل ضباب وعدى، ودينا هو محلك سر. ايه بقى اللي مضمون؟ مفيش حاجه مضمونه يا حسن، بس هو احنا يا اما نحارب يا اما نسيب البلد ونهج. انا مش بسيب البلد وهج، انا بدور على مصلحتي وبدور على مستقبلي. تقدر تقولي لي اخرتها هنا هعمل ايه؟ هتعين معيد؟ جايز، وفي الاخر هدرس لحبه عيال زي بتوع مدرسه المشاغبين يطلعوا عيني، وبعد كده مش عارف. هناك يعني انت عارف هتعمل ايه؟ لا، لكن هناك انا عارف ان كل مجتهد نصيب، وانا مجتهد يا زاد، وانت عارفه كده. طب ما تجتهد هنا يا حسن، اجتهد هنا يا حبيبتي. هنا مش كل مجتهد نصيب، هنا لكل صاحب واسطه نصيب، لكل مسنود نصيب، لكن اللي اجتهد هنا لوحده مش كفايه. وبعدين انا مش عايز اضيع الفرصه دي بتاعت السفر وافضل طول عمري ندمان عليها. ما تقولي حاجه يا هدى، ما تتكلم. اقول ايه؟ قولي له انك انت مش عايزه تسافري. بالعكس، انا نفسي اسافر واكمل تعليمي هناك وابقى صحفيه مشهوره. عموما يا زاد التجربه عمرها ما تخسر، ادينا هنسافر، ولو حسينا ان الموضوع مش مستاهل هنرجع تاني. انا كان نفسي دايما نفضل مع بعض، هتوحشوني قوي. طب وليه لو حشك ما تيجي معانا؟ انا ممكن اخلي حسن يقنع عمو سعد. طبعا لا، بابا عمره ما هيوافق. وبعدين مين قال لكم اساسا ان انا عايزه اسافر؟ انا مش عايزه اسافر. يا جماعه انتوا بتتكلموا كاننا مسافرين بكره، انا لسه قدام السنه دي بحالها ولازم استنى النتيجه في الاخر. وبعدين مش يمكن اكوع في ماده ولا اتنين وفوض ورقي؟ امتياز، دايما امتياز. ان شاء الله امتياز. انا مش وانت ان شاء الله تجيب مقبول وما تسافرش. ان شاء الله تجيب مقبول وما تسافرش. يا رب يا رب يجيب مقبول ويفضل في مصر على طول.